إذا كانت هذه الشركة خلاص انتهت وهي معاش أخذت حقوقها من الدولة، وفي الكثير الغالب أنهم أخذوا أكثر من حقوقهم، الذين هربوا كلهم يعني أخذوا حقوقهم أكثر، فعليه أن يعني يتخلص من هذا المال وينفقه على من يستحقه من هذه البلد من أصحاب الدعوة والناس المخلصين الذين يريدون أن يحافظوا على أمن ليبيا ويحرصون على أحقاق الحق ونصرة دين الله وإعلاء كلمته، الجمعيات أو المؤسسات الخيرية التي هي مؤسسات عملية تقوم بالدعوة وإزالة الباطل ونصرة الحق ونصرة الدين، عليه أن يعني هذا المال يتبرع به إليها بحيث ينصر به دين الله سبحانه وتعالى.